حصيلة لضحايا سقوط طائرة الشحن السودانية التي تحطمت بعد ظهر اليوم بالقرب من مطار الشارقة الدولي. وقال برج المراقبة التابع للمطار إن الحادثة وقع في المنطقة ما بين نادي الجولف والمنطقة الحرة بالشارقة في تمام الساعة 3:03 مساء. وقال العقيد عبد الله مبارك الدخان الذي تواجد في مكان سقوط الطائرة إن شرطة الشارقة قامت فور إبلاغها بالحادث بالتوجه إلى مكان سقوط الطائرة، كما حضرت كل الجهات المعنية إلى موقع الحادث حيث تم تطويق المكان وإبعاد الجمهور الذين تجمعوا فور وقوع الحادث، وذلك لضمان سلامتهم وتسهيل إجراءات العمل للفرق الأمنية المختصة، حيث شاركت فرق من الإدارة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة لشرطة عجمان وإدارة الدفاع الشارقة. وبعد معاينة المكان وانتهاء عمل أجهزة الدفاع المدني تم تسليم الموقع لهيئة الطيران المدني بالشارقة لاستكمال الإجراءات الضرورية، كما تم العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة، وينتظر أن يؤدي تحليل البيانات والمعلومات التي سجلت فيه إلى معرفة تطورات اللحظة الأخيرة التي سبقت تحطم الطائرة والاتصالات التي أجراها قائد الطائرة. تابع للمطار إن الحادثة وقع في المنطقة ما بين نادي الجولف والمنطقة الحرة بالشارقة في تمام الساعة 3:03 مساء. وقال العقيد عبد الله مبارك الدخان الذي تواجد في مكان سقوط الطائرة إن شرطة الشارقة قامت فور إبلاغها بالحادث بالتوجه إلى مكان سقوط الطائرة، كما حضرت كل الجهات المعنية إلى موقع الحادث حيث تم تطويق المكان وإبعاد الجمهور الذين تجمعوا فور وقوع الحادث، وذلك لضمان سلامتهم وتسهيل إجراءات العمل للفرق الأمنية المختصة، حيث شاركت فرق من الإدارة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة لشرطة عجمان وإدارة الدفاع المدني.